نص الصور ديالي مع التماثيل مونيكات كذا، هو من الطفوله عندي هذا. المهم هو انني انا خصني نخدم ندير شي حاجه، نهار الفراغ ديالي الوقت التالت ديالي خصني نخدم بيدي، اللي يدي خصني كياكلوني ولا بهذا المفهوم هذا، خصني ندير بهم شي حاجه. تعاملت مع بزاف الحوايج، الجلد، القابص، الجدوره، الاركان قلت لك عندهم فيه ميزه ديالته خاصه على العود، هو قاصح تقريبا اقصح ماده لقيتها في هذا الشيء ديال الخشب والعود والمسائل هذا النوع هذا هو القاصح فيه. كيعطيك اي نقش بغيتي ديرها خصك كيعطيها لك. وزيدون الميزه ديالته هو ما كيدفيرناش، ما عندكش ما كتفيرني ما والو، هو مفيرني من عند الله، كتاثرش عليه الماء. نقدروا نصوموا سناسل، نقدروا نصيبوا براسليات، نقدروا نديرهم الصدايف، نقدروا نستعملوا بزاف الحوت يعني طوانق. المهم يا هوايه عندي، ما كنحاول ناكل بها دابا خبز، ما كنحاول بها هذا. الا كان هذا خصني ندير له واحد الماتريال، وخصني ندير له دعايه، خصني هذا هادشي بزاف. كنا انا عندي المهنه ديالي يعني كندير الرصاص، والوقت ديالي كنقضيه في هذا. وانا ما نكرهش الناس اللي كاينين تما في الجنوب اللي حداهم الاركان، والناس اللي كاينين تمايا مع نوصلوا لهم الفكره على الاقل، نوصلوا لهم الفكره باش ما غيضيعوا حتى شي حاجه. اللي بغى يمشي للزيت والقشره غتمشي في شي حاجه تذكاريه اللي ممكن انها تمشي تسافر للبحار وتدوز لهذا وهذاك، وفي نفس الوقت هي كدير لنا حتى هي الدعايه ديالنا.